السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم فيزياء للصف الرابع العلمي. وصلنا مسائل من الفصل الثاني صفحة 27. أخذنا 3 مسائل الأولى، واليوم إن شاء الله راح نأخذ 4 مسائل الثانية، يعني السؤال الرابع والخامس والسادس، لأن الحل مالتن يعني مو طويل قصير. السؤال الرابع: سلكان متماثلان طول، احدهما 125 سنتيمتر والاخر 375 سنتيمتر، فاذا قطع السلك الاول بتاثير قوه مقدارها 489 نيوتن، ما القوه اللازمه لقطع السلك الثاني؟ شوفوا يوم احنا عندنا، ما دام عندي سلكان متماثلان وعدهم يعني يقول لك فاذا قطع السلك الاول بتاثير قوه مقدارها 489 نيوتن، يعني اذا سلكان الثاني بالسؤال اذا سلكان متماثلان يعني ولهما نفس معامل يونغ، فان نفس القوه اللي تقطع السلك الاول تقطع السلك الثاني. يعني احنا معامل يونغ يعني ما يتوقف على الطول، اذا ما دام القوه الاولى 489 راح يصير القوة الثانية، القوة اللازمة للسلك الثاني هم نفس الشيء، هم 489، فراح أحله يعني كتابة. شلون هسه الحكي القتة راح نحله كتابة. يلا علي، شنو الحل؟ السؤال الرابع ما يحتاج أي مسألة ولا يحتاج، بس مجرد حكي نحكيه أو نكتبه. يلا يوم السؤال الرابع قلت ما دام سلكان متماثلان، نقول إذا سلكان متماثلان لهما نفس معامل يونغ، يعني نفس القوة، نفس القوة اللي تقطع السلك الأول راح تقطع السلك الثاني، لهما نفس قول معامل يونغ، حيث معامل يونغ لا يتوقف على الطول، يعني ما يتوقف على اليمن على الطول. اذا F1 مو مطينا بالسؤال 489، راح اقول F2 يساوي لنا 489 نيوتن، لان هي القوه وحدتها نيوتن. هذا حل السؤال الرابع. ننتقل الى السؤال الخامس. السؤال الخامس شو يقول لي؟ يقول لي ساق طوله 0.4، يعني 0.4 متر، ضغط فقصر طوله 0.5 متر، ما المطاوعه النسبيه له؟ مثل ما قلنا لكم من نريد نحل لازم راح ناخذ المعطيات. فيقول ساق طوله 0.4، اذا ال نوت يساوي لنا 0.4 متر. زين هذا الـ نوت. زين وضغط فقصر طوله يعني دلتا ال يساوي 0.05 متر، ما المطاوعه النسبيه؟ اذا المجهوله من هي؟ المطاوعه النسبيه، اقول عليه هذا مجهول. نبدي الحل، المطاوعه النسبيه مجهوله، راح شو اسوي؟ راح ابدي احل. يلا عيني، مجرد قانون ونطبق قانون المطاوعه النسبيه يساوي لنا التغير بالطول على التغير على الطول الاصلي، يعني شو اقول؟ دلتا ال على ال نوت، التغير بالطول على الطول الاصلي. المطاوعه النسبيه مجهوله، ايش قد دلتا ال؟ 0.05 متر، والال نوت 0.4 متر. المتر ويا المتر يروح، عيوني المتر ويا المتر يروح، نقسم 0.5 على 0.4 يطلع لنا 0.125، هذا
المطاوعة النسبية، المطاوعة النسبية. يعني طلع لنا المطاوعة النسبية ايش قد؟ 0 و125 بالألف. هذا السؤال الرابع والسؤال الخامس. ننتقل إلى السؤال السادس. السؤال السادس خلينا نقرأ وناخذ المعطيات. سلك من البرونز طوله 2.5 متر، يعني شنو الطول الأصلي؟ يعني الـL نوت يساوي لنا 2.5 متر. هذا من هو؟ هذا الـL نوت 2.5 متر. زين، ومساحة مقطعه العرضي 1 × 10³، يعني الـA يساوي لنا مطيني 1 × 10³ سنتيمتر تربيع. احنا قلنا ما نريد لا سنتيمتر ولا المليمتر، نحولهن الى متر، فنقول اي يساوي لنا ايش راح اضربه؟ اضرب 1 × 10³ عندي قانون ثابت في 10^4، الاي يساوي لنا 1/10. عند الضرب تجمع الاسس، اشارات مشابهه نزل اشاره ونجمع سالب 7، طلعت المساحه 1/10^7. زين، قايل سحبه فاستطاله مليمتر واحد، يعني ايش نقول؟ دلتا ال يساوي لنا 1 مليمتر. احنا قلنا ما نريد لا المليمتر ولا السنتيمتر، فراح نضربها، نقول 1/10³ متر. هذا من هو؟ هذا الدلتا ال. زين، هسه ايش عندي؟ قايل بتعليق جسم 0.4 كيلوغرام، يعني شنو الكيلوغرام؟ مو الكتلة. إذا نقول الكتلة تساوي لنا 0.4 كيلوغرام. زين، احسب معامل يونغ. إذا معامل يونغ مجهول، والتعجيل مطيني، التعجيل يعني جي يساوي لنا 10 نيوتن على يمن على كيلوغرام. هذا كله المعطيات. أريد ورقة جديدة خاطر نحل السؤال، نطبق على السؤال. يلا حبايبي، هذا احنا مو قايل لي أريد معامل يونغ، احسب معامل يونغ. إذا ناخذ قانون مال معامل يونغ، يعني نقول واي يساوي لنا اف في ال نوت على اي في دلتا ال. زين، اذن كل الموجودات الاير نوت موجود بال هذا وين السؤال؟ هذا الاير نوت موجود، والاي موجود، والدلتا ال هذن موجود. من الما موجود؟ عند القوه. احنا تتذكرون عندنا قوانين، اذا عدي القوه اذا يريد القوه ومطين التعجيل ومطين الكتله، اذا اكتب قانون الاف يساوي لنا الكتلة في التعجيل. الاف يساوي لنا ايش قد الكتلة مطينية؟ وانا منطق السؤال، الكتلة مطيني 0.4 × والتعجيل 10. الصفر هذا البوند ويا الصفر يروح، يعني نقول اف يساوي لنا 4 نيوتن. طلعت القوة. هسه بعد كل شيء ما عندي، عدي طلعت القوة وعدي الاير نوت وعدي المساحة وعدي الدلتا، مجرد اكتب القانون واطبقه. خلي اكتب القانون مرة ثانية ونطبقه. اف في اير نوت على اي في دلتا اير، واي يساوي معامل يونغ. القوة ايش قد مطيني اياها؟ القوة مطيني اياها 4، انا طلعتها مو مطيني اياها. الاير نوت ايش قد مطيني؟ الاير نوت وين المنطق السؤال؟ الاير نوت مطيني اياها 2.5. زين، الاي المساحة وين المعطيات؟ الاي مطيني اياها 1/10^7 في دلتا ال، انا طلعته 1/10^3. يلا يوم هسه جرد نطبق، طبقت هسه مجرد نضرب. واي يساوي لنا 4 × 2.5، يعني 4 × 2.5، 2.5 × 2.5 5، و2.5 7.5، و2.5 10. هاي مو نضرب 25 × 4، لا 10، يعني انصاصا 4 مرات انصاصا. 1/10، ها عند الضرب تجمع الأسس، إشارات مشابهة نزل إشارة ونجمع 7 و3 10.
زين واي يساوين احنا السالب لازم نصعده فوق حيصير موجب. اقول 10 في 10 اس 10 لان هذا سالب صار موجب. واي يساوي لنا هذا باعتبار واحد اقول 10 عند الضرب تجمع الاسس 16. هذا طلعت معامل يونغ. واي يساوي لنا واي يساوي لنا 10 اس 11. طبعا الوحدات لا تنسوها نيوتن على متر تربيع. هسه خلصت مسائل الفصل الثاني، ان شاء الله ننتقل اياكم بالفصل الثالث وبالتوفيق.